وكان حينا ينتقل في البلاد ويدعي الربوبية. يدعي شنو؟ الربوبية. وما بلوا كل شيوخ الصوفية كل الطرق الليلة، أي شيخ طريقة كبير بيدعي إنه الله. جبنا الكتب مربوطة مع الحاجة دي. طيب، ويقول للواحد من أصحابه أنت آدم عليه السلام، وأنت نوح عليه السلام، ولهذا أنت محمد عليه السلام، عليه الصلاة والسلام عليهم جميعا الصلاة والسلام، ويدعي التناسخ وأن أرواح الأنبياء انتقلت إليه. قرح الأنبياء كلهم آدم ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى عيسى كلها جاد عنده، فبقى يوزع لتلاميذه أنت آدم عليه السلام، أنت نوح عليه السلام، أنت إبراهيم، أنت محمد صلى الله عليه وسلم. وروى علي بن أحمد الحاسب عن أبيه قال وجهني المعتضد، ده الحاكم المعتضد بالله، إلى الهند، وكان معنا في السفينة رجل يقال له الحسين بن منصور اللي هو ابنه الحلاج أبو المغيث المجرم. قلت فيما جئت؟ قال لقيت في السفينة قاعد معنا ماشيين الهند ولقيت الحلاج في السفينة. قال لي جابك شنو؟ قال أتعلم السحر، ماشي من هناك للهند عشان يتعلم شنو يا جماعة؟ ما ماشي يتعالج ولا عنده أم عيانة، ماشي يتعلم السحر، يبقى كافر ويجي راجع. طيب، قال وأدعو الخلق إلى الله، لأنه الحلاج في فهمه زي ما قال ابن تيمية حنقراه بعدين إنه قال يتعلم السحر، قالوا له ده كفر، قال لي أدعو به إلى الله. قال وكان في كتبه إني مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود، يعني هو ربنا قال يعني.